السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا جماعة. اليوم إن شاء الله راح نناقش موضوع الكومنتس بلغة سي بلس بلس. أي لغة برمجة في الدنيا بيسمح لك الكومبايلر إنك تعمل كومنتس داخل الكود. بسم الله نبدأ. إيش هو الكومنت؟ الكومنت اللي هي أنت ملاحظاتك أنت كديفلوبر لما بيكون عندك كود والكود كبير، تمام؟ في جزئية من الكود بتعمل شغلة معينة، انت وانت بتبرمج اكيد متذكر انت شو عامل، تمام؟ لكن بس ترجع لكودك بعد شهر راح تنسى انه هذا الجزئية بالكود هي شو بتعمل. مرات بتحتاج انك تكتب ملاحظات مش على دفتر برا، تكتبها جوات البرنامج تبعتك، وهذه هي الكومنتس. عادة الكومبايلر بيطنشها وبيعتبرها ملاحظات وما بعطيك عليها اي سنتكس ايرور، تمام؟ فسي بلس بلس فيها كومنتس، نوعين من الكومنتس، سنجل لاين كومنت او مالتيبل لاين كومنتس. خلينا ناخذ اكزامبلز عليها ونشوف. السنجل لاين كومنتس، السنجل لاين كومنتس انا لما بحط ملاحظات جوات الكود بحيث الكومبايلر ما يعطيني عليهم ايرور بستخدم فورورد سلاش فورورد سلاش. هاي مش باك سلاش، شايفين هالخضرة هاي؟ forward slash forward slash، تمام؟ خلينا نشوف examples عليها. هذا كود شو بيعطيني؟ بيطبع لي اسمي على الشاشة، تمام؟ لكن شايفين forward slash forward slash this code will print my name on screen. هاي الكومنت تبعتي، هاي الملاحظة تبعتي بكتبها جوات الكود. فالكومبايلر أول ما يشوف forward slash forward slash بيطنشها، بيعتبرها إنها هي ملاحظة. عادة الفورورد سلاش فورورد سلاش تقدر تكتبها في اي مكان في البرنامج، يعني تقدر تكتبها فوق السطر الكود تبعك وتقدر تكتبها جنبه في اي مكان في البرنامج. هو بطنشها الكومبايلر، خلاص بشوفها انه فورورد سلاش فورورد سلاش لنهاية السطر بيتم تطنيشه. عشان هيك سموها سنجل لاين كومنت، لانه هي معاك لاخر السطر، تمام؟ فهاي هي سنجل لاين كومنت. طيب المالتي لاين كومنت اللي هي الكومنت اللي بتكون طويلة، بدك تكتب قصيدة جوا الكود، بدك تكتب شرح كثير جوات الكود على أكثر من لاين. المالتي لاين كومنت عادة بتكون محصورة ما بين فورورد سلاش ستار الكومنت تبعتك وستار بتسكر الفورورد سلاش. زي هاي اكزامبل عليها. هاي مثلا فورورد سلاش ستار the code below will print my name on screen and it's amazing. بتسكر اللي هي star وبتسكر الفورورد سلاش. اذا بتبدأ بفورورد سلاش star وبتنتهي بستار فورورد سلاش. ان شاء الله كانوا على 20 سطر، فاي اشي محصور ما بين الفورورد سلاش والستار والستار والفورورد سلاش كلياته بيعتبروا كومنتس. ان شاء الله كان 20 سطر اوف كود، تمام؟ طب انا ايمتى اقرر بدي سنجل لاين كومنت ولا مالتي لاين كومنت؟ عاده الكومنتس القصيره اللي بتاخذ اقل من سطر استخدم لها سنجل لاين كومنت اللي هي بفورورد سلاش فورورد سلاش، والكومنتس اللي فيها اكثر من سطر تستخدم لها فورورد سلاش ستار ستار فورورد سلاش، تمام؟ خلينا نشوف هلا على السي بلس بلس اكزامبل عملي عليها. هاي انا عندي البرنامج تبعي ما في ولا كومنت، باجي بقدر اجي انا هون احكي مثلا this code will do x y z whatever الكومنت اللي بدي اياه. هاي سنجل لاين كومنت، تمام؟ او ممكن اجي احكي هون، اجي احكي انه forward slash star، هاي شايف ذكر لي اياها لحاله. هاي this code will print my name on، بتنزل سطر screen it C++ مثلا is so easy to learn step by step، تمام؟ فهذه الكومنت اي شيء بالاخضر بتشوفوه هو ايش يا جماعه؟ هو كومنتس، تمام؟ الكومنتس كمان بقدر استفيد منها بشغلات ثانيه، مش بس اكتب ملاحظات. مثلا انا جاي على بالي اجرب هذا البرنامج بس هذا السطر ما بدي اعمل له اكسكيوشن هلا، بعمل له فورورد سلاش فورورد سلاش، شايفين؟ هي اعتبره كانه كومنت،
ما راح يعمل له اكسكيوشن. يعني لما ما اجي اعمل رن هون، خلينا نشوف، هاي عملت رن، طبع لي شو؟ طبع لي محمد ابو هدهود، والسطر الثاني اللي كان بده يطبع جملة ثانية ما اعتبره موجود لاني انا عملت له كومنت. تمام، هلا بدي ارجع اطبعه، شوفوا بشيله. فالكومنت مفيدة جدا مرات عشان to disable certain lines of code وتعمل run وترجع تجرب. فهاي من الاشياء اللي مستخدمها في الكومنت. هاي شايف طبع لي محمد ابو هدود، this is a program that will explain comments in C++. تمام، هلا الحلو في الموضوع في الكومنت انه انا مثلا بدي اعمل كومنت لهذول السطرين مع بعض. تمام، عادة انت بتروح هنا على شايفين هاي فوق عندك، هاي تكبسها هيك، هاي شايفين عمل لي كومنت عليها، بدي اشيلها بستخدم الايكون اللي جنبيها شالها. مثلا بدي اعمل كومنت لهاي وهاي مع الريتيرن، مثلا باجي هون شايفين هاي، هي كومنت اوت، تكبسها هي وحط لي كومنت اوت، صار الكود كله كومنتد. بدي اشيل الكومنت بشيلها هيك. فهاي هي باختصار موضوع الكومنتس. الكومنتس عادة زي ما حكينا هي بتشرح لي على البرنامج تبعي. تمام، كل ما كانت كبراكتس، بنحكي احنا على براكتس هسه في البرمجة، كودك كل ما كان الكومنت فيه اخف، كل ما انت كنت ديفلوبر شاطر. يعني في ناس مثلا تيجي بتعرف لي فاريبل اي، تمام، وبتستخدمه عشان يحسب علامة الطالب. لما بتعرف فاريبل اي وبتكتب في الكومنت this variable a will hold the grade of the student، صح البرنامج بيشتغل، بس انت كديفلوبر مش شاطر، يعني مش 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 متمرس. مفروض الفاريبل تبعك يكون اسمه student grade، خلاص هو بدل على حاله من غير ما انا اكتب كومنتس. فمش كثير كثير تستخدموا الكومنتس في الكود. كل ما كثرت الكومنتس في الكود، كل ما كان انت مش عم تكتب اسامي الفانكشنز او اسامي الفاريبلز بشكل صحيح. فتعود دائما انه الكود تبعتك يحتاج اقل كمية من الكومنتس، انت بتكون ديفلوبر شاطر. تمام، وشكرا كثير لكم، وان شاء الله نلقاكم في الدرس القادم. شكرا كثير لكم للمتابعة، واذا استفدتوا من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولطفا وليس امرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع. واخيرا وليس اخرا، ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمة. شكرا كثير لكم، ونلقاكم في المرة القادمة.